وليها. ولا تشوف يا راهي من وقت فرنسا كانت قودرو اللي كانت في قودرو في الخمسينات والربعينات، نتمنى احنا معليش خاف 2020 وتكوننا قودرو. ماذا بك يا سيد الوالد خذها لنا بعين الاعتبار. وكاينه حاجه واحده اخرى، كاينين السكان اللي ما مسهمش هذا المشروع وقراب تاع 500 متر كيلو وكذا، ماذا بك ثاني تشوفهم لنا وديرهم لنا في بالك. ما عندناش مخلف، الشكوى لربي وليك، وخرجوا لهم الماء وخرجوا لهم. نعم نعم الحمد لله يا ربي. سكن وكل سكن فيه ايصال، وكل ايصال يشمل حوالي 2 الى 3 حتى 4 عائلات. هو هي منطقه اللي مسدده بالخرابه الريفيه وانجزناها قبل الاجل نتاعها، وكذلك كانت منطقه اخرى راهي ثاني كان يسموها ظهر الحجاج اللي ما زرناهاش اليوم جايه شويه بعيده، درنا لها كذلك اليوم البارح درناها بخدمه وفيها 13 سكن. مغيله في المالي تاع 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 هذه عائله ظهر الحجاج 13 ايصال 6 ملايين و500 دينار 650 مليون سنتيم. وتاع عين الغزال راكم شفتوه فيه 25 مليون دينار او 19 مليون دينار فيه. هذا قافور اللي رانا فيه تابع المهديه، كذلك هي منطقه مناطق الظل، اشغال تاعها راهي نسبه 90%. متقدمه كثير، مازال لها ديتراب، وكم تشوفوا الشبكه راهي مليحه فيها ديتراب وبرك في نفس الوقت نكملوها. شحال يمس 28 ايصال، وكل ايصال فيه 2 إلى 4 عائلات. والمبلغ العمليه فيه 13 مليون دينار. راه حاليا 90%، وحنا ان شاء الله قبل نهايه شهر نوفمبر يكون في الخدمه، ويكون المواطنين يكونوا مستفيدين وفرحانين بالكهرباء. وكاين كذلك مشاريع اخرى راهي في طور. نحمدو ونشكرو. تالي مش مستفيد. انا مش مستفيد. الضوء ما كاينش، الضوء ما كاين والو. من المفروض الفرحه نتاعكم تكون فرحه كبيره. فرحه ما والله ما تعبر يا سيدي الرئيس، رانا من لا ان شاء الله. وحاجه واحده سيدي الرئيس، سيدي الوالي نقول لك على حاجه، الطريق راك جيت معاها وشفتها. راك شوف راهي منا مربوطه ب 3 كيلو، منا مربوطه ب 3 كيلو. هذه اللي جيت عليها 3 كيلو. راه قودرو 3 كيلو ذيك اللي مشيتوا عليها الاولى قودرو. باقي 7 كيلو قل حويه. وتزيد قد قد من هذا 3 كيلو واحده اخرى. راه قاعد هو ونتمناو للمشاعر ورئيس الدائره ولميا نتمناو لهم الخير والامان. امين. هما يتنبهوا لنا وتعاونهم. امين يا رب. راه ضيقهم الشعب ذا، عاون عاونهم عاون. كاع نتعاونوا. دعوا الخير الحاج، دعوا الخير. ربي يحفظك. ربي يحفظك، الله يخليك لينا، راك ضيف علينا، الله يخليك لينا. امين. احنا على بالنا بلي ما نقدروش نغطيو في ظرف زمني قصير كل الاحتياجات، ولكن نمسو الاحتياجات. واش هو المعيار؟ نمسو الاحتياجات اللي تمكننا من اننا ندخلوا الكهرباء الى اكبر عدد ممكن من التجمعات السكنيه. هذا من جهه. من جهه ثانيه، ما دام الطلب تاع الكهرباء الريفيه ملح، لازم المقاولين اللي راهم على عاتقهم الانجاز إذا كان يخدموا في الأجال، حنا نطلبوا منها أنهم يقلصوا من أجالهم. لأن راكم تشوفوا الولاية نتاعنا ولاية فلاحية، ولاية الطبيعة نتاعها أن السكان فيه الكثير من السكنات، التجمعات السكنية منتشرة. لأن الانشغال الوحيد والملح نتاع المواطن هو الكهرباء. شحال الدوار اللي يستفادوا من هذا؟ كاين دوار الحمين، كاين دوار العوان، وكاين دوار المواصل، هذو اللي دايرين به. وكاين منا جدال ما تكون الناس راها تجي، كاين تقريبا 700 مواطن اللي يستفادوا من هذا. كانوا ما عندهمش هذو المحلات.
هذه منطقة كانت الناس تعاني أمام الله عز وجل. هذا المشروع اليوم راح نعلم كان مصباح السهريج ويدور. راه كاينه واحد 100 ولا 150 واحد ما عاد مساكين لا ضو لا غاز لا تريسينتي لا لا سينيسم. راه انت المقمور ها عاد تصور ها عاد انت المقمور خنزت ها خنزت ها عاد انا قبل امي ها عاد خنزت من طامير ها عاد خنزوا عليهم هنايا وما صابوش نروح هما ما يطلبوا غير حقهم هما اللي كسروا. ومن بين تعليماتي الاولى اللي قدمتها لهم وان العمل تاعهم عمل ميداني راه مجدد نخلي لهم شويه تاع وقت باش يعرفوا الدوائر نتاعهم وفي الايام المقبله راح نزورهم ونشوف ما هي المبادرات الاولى اللي بداوا يقوموا بها كرؤساء دوائر جدد. اذا كما قلت منذ حين اليوم الاطار حتى النقاط البعيده مكنتنا من اننا نلبسوا المجهودات التي بذلت في الاشهر الماضيه في ظروف صعبه ظروف تاع كوفيد 19 مع العلم ان الشيء اللي يبقى مازال 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 المواطن يسنى فيه وهذه الانشغالات التي لا زال المواطن ينتظرها تطلب شويه تاع وقت وحنا نطلبوا انا دائما في النقاط نقول للمواطنين شويه تاع التجمع الريفي حنا راهم عاطين واحد 120 130 واحد راهم في عامين ما عطاو لهم لا ضو لا ماء لا غاز لا سينيسم دايرهم طامين مساكين راهم خنزوا عليهم ورجعوا لهم الدار ولادهم راهم مرضى. اش بديك اش بديك خلي نصور صوروا زوج الوطن ما فاتوش ها صوروا مليح عين زاري الناظوره ولا شي الطريق هذا يربط بلديه الناظوره بسبب بلديه المعديه رشيده الناظوره المعديه وبلديه عين زاري يمر السيد الولي من منطقه الظل اللي هي الخاش هذه اللي نحن هذه المنطقه درنا لها كهرباء ووصلها الطريق عندها كهرباء بدون كهرباء لكن الطريق راه مستلم مؤقتا مؤخرا كما Non, revêtement, 10 ans. 10 ans, on essaie de les entreprises.
احنا ان شاء الله بهذا المبلغ هذا ان شاء الله الطريق كملها كملها ان شاء الله. لا الطريق تحكم ان شاء الله ان شاء الله تحكم ان شاء الله ان شاء الله سيدي ان شاء الله. احنا سيدي الولي هذه الحاجه الاساسيه اللي تخلينا نتكفل بمناطق الظل هي فكر الوزير. انا هذه هي التعليمات نتاعي وهذه هي الاولويات. اذا كان حابين نحو الغبينه على سكان مناطق الظل نبداو اولويات. انا عارف بلي كاين عندنا اولويات بلغناها سمعت الرئيس اولويات كثيره. الاولويه الاولى زطار كي نفتحوا الطريق خلاص هذا هو الشرط الاساسي. من بعد يجي الامور الاخرى يخلطنا هالنشاط كلش الطريق تحل عده مشاكل. وهذه يا سيدي الوالي اسمح لي هذه منطقه اقتصاديه ايجابيه جدا ايجابيه. لماذا؟ لانها مكنت لي اليوم من زياره تسع مناطق ظل بل 10 مناطق ظل على مستوى بلديات مهديه التي تضم وحدها بلدية الدائرة 38 منطقة ظل. ولقد وقفت على حوالي 12 مشروع تم استلامه من بين 20 يعني بقات 8 مشاريع اللي هي في طور الإنجاز. والملاحظ لعلكم لاحظتم جميعا أن الأولوية هي المشاريع المستلمة تخص الكهرباء الريفية تخص الطرقات وتخص المياه. وهذه هي لما شرعنا في إحصاء نقاط مناطق الظل والأولويات اليوم في كل خرجة ميدانية نتأكد أن بالفعل أولويات على الولاية تاعنا هي الكهرباء الريفية هي الطرقات فك العزلة والماء الشرب. إذن ما أنجز كما تفضلت السيدة الكريمة يبين ان انجازات كبيره قامت بها الدوله، لكن بالمقابل لا زالت انشغالات كبيره اخرى. شفتوا معنا النقطه اللي زرناها في عين قصني منطقه بعيده جدا. الطرقات النقل المدرسي المياه الصالحه للشرب. لكن يبقى اليوم أن التغيير هو في طريقة العمل وكيفية طرح هذه الانشغالات. أنا كل منطقة أزورها إلا وألح على السلطات على السادة رؤساء الدوائر السادة المنتخبين أن اليوم ينبغي أن نشرك المجتمع المدني لتحديد شيء ضروري ولا مفر منه اليوم. نعم لا مفر منه. أنا اللقاءات التي أقوم بها منذ أسابيع مع المجتمع المدني هي رسالة للجميع. نعم. ولعلكم فهمتموها رسالة أن من بين الشيء الجديد في هذه الجمهورية الجديدة هي إشراك المجتمع المدني. الرهان. هذا هو الرهان لأنه الأمر يتعلق بكسب ثقة المواطن ومصداقية الدولة تجاه هذا المواطن. إذن اليوم أنا فعلا الزيارة الميدانية التي مكنتني من الوقوف على 10 مناطق ظل ببلديات مهدية مكنتني من الوقوف من تقييم مجهودات الدولة. والحمد لله المجهودات شفنا ثمارها اليوم. ولكن بالمقابل لا ننكر أنه بالمقابل المواطن مازال يسنى الكهرباء مازال يسنى الماء مازال يسنى الطرقات. وأنا بالنسبة لي قلتها مرارا أولوية الأولويات هي الطرقات. ولاية ذات مساحة شاسعة تجمعات سكانية هنا وهناك من أولويات مناطق الظل بعد تقييم الوضع هي فتح المسالك وفتح الطرق. سيدي vous insistez surtout pour l'ouverture des pistes et des routes. La charge est tombée sur les épaules de la DTP. Mais il remarque, c'est une information que je vous transmettre, nos parcs communaux, un riche parc roulant, sont stationnés. Est-ce qu'ils ont une partie de participation et merci. بالنسبة للسؤال نتاعك القيم اليوم
هذه القضيه تاع الطرقات تبينت لي اليوم باللي الحل موش 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 في نقص الوسائل ولا في نقص الموارد، والحل يكمن في عقلنة تسيير الامكانيات الموجوده. انا اقول لك كاين بلديات اللي عندها امكانيات ضخمه من لي زونجا ضخمه من بالدوزار واش راهم يديروا بهم. انا اقولها اليوم الاحصائيات اللي عندي والتقارير اللي عندي تفيد ان البلديات ليست فقيره من هذه الوسائل. فبالتالي انا كلفت السيد مدير الاشغال العموميه مع السيد مدير الاداره المحليه فورا باحصاء كل هذه الوسائل واستغلالها استغلال عقلاني. لماذا؟ لان صيانات الطرقات البلديه من صلاحيه البلديه. في الكثير من الاحيان الطرقات لما تكون في وضعيه غير مهترئه الامر ما يتطلبش حاجه كبيره، ان اونجا يخرج شويه تاع قدره من شويه تاع نسموهم بالفرنسيه ليني دو بول. يعني علاش 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 المنتخبين المسؤولين المحليين ما ياخذوش المبادره ويستعملوا بصفه عقلانيه كل هذه الوسائل اللي هي موجوده. احنا اليوم المسؤولين اللي نهضروا معاهم على المستوى المحلي نستناو منهم روح المبادره. كل هذه الامور بما في ذلك الطرقات صيانه الطرقات هي يعني من صلاحيات البلدية. علاش امور كما هذه نرفعها للولي بما ان الامكانيات متوفره. تبقى العجز يكمن في اجتهاد في استغلال هذه الوسائل. اذا هنا كذلك طريقة العمل وطريقة الحوكمة الجديدة وأننا نستعمل بصفة عقلانية الوسائل المتاحة والوسائل الموجودة وكم هي كثيرة.